فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم الله تعالى علينا كثيرة في المشارق والمغارب، في السر والعلن، في الظاهر والباطن، حال الصحة والسقم، حال الرخاء، حال الأمن والخوف، في كل ذلك نعمة من نعم الله تعالى. فإذا ما ابتلي الإنسان بخير فتلك نعمة عليه أن يشكر الله تعالى عليها، وإذا ما ابتلي بسوء فتلكم نعمة فعليه أن يصبر على ذلك، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فالابتلاء تارة بالخير وتارة بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. واعلم أن البلاء موكل بالمنطق، وما عظم البلاء في نفس إلا ويحبها الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل إذا أحب عبدا ابتلاه.